يا أمين يا أمين اتصرف، انت حبايبك كتير في الداخلية، الواد هيضيع مننا. دول دخلوا علي الحمام قطعوا خلفي، بس لما عرفوا أنا مين سابوني. طب يا أخويا ورينا همتك بقى والحق الواد. ما تخفيش أنا هتصرف، جوزك قبل المعاش كان أجدع أمين شرطة في المدرية، كان كل القيادات بينادوني بالاسم. عايزين يشربوا شاي لما لقوك فاشل ومعرفش يفصلوك مسكوك البوفيه. اتحرك. طب انا حوريك القيادات دي هتعمل ايه لما تعرف ان اللي وقع لباسه على عربية رئيس امريكا يبقى ابن الامين امين. الو. ايوه هيثم. ايه منارة اتقبض عليها؟ منار مين؟ منار بنتي؟ ايه؟ يا نهار اسود. اخي وايه يعني؟ يا نهار اسود. عادي مش أول مرة يا هيثم. اسأله، اسأله هي فين؟ ثواني يا هالة، أنت عاملة دوشة على إيه؟ أيوة يا هيثم. طب خليك وراهم واعرف منار هتترحل على فين. يا جد نصيب. لا 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 تعملش أي حاجة. يا جد نصيب. أنا هتصرف بمعرفتي، سلام. بنتي، بنتي يا ششتاوي بنتي، الله يخرب بيتك على بيت السياسة والمظاهرات. انا قلت طالما البنت ما جاتش من امبارح يبقى اكيد اتقبض عليها. لا تهدي شويه يا هاله، انت عامله دوشه على ايه؟ وفي حاجه؟ انت غريبه جدا. انا خلاص متعودين على كده. وبعدين كله يهون، كله يهون من اجل المبادئ. يا اخي طز طز، بس انا تعبت، تعبت يا اخي، واعصابي خلاص ما بقتش تستحمل، وانت السبب. ايوه ششتاوي انت السبب. انا مش فاهمة ازاي بس اب زيك يرضى البهدلة اللي فيها بنته دي كل شوية. انا مش فاهم ازاي ام زيك وتبقى مش فاهمة ان بنتها بتحفر اسمها بحروف من نور في كتب التاريخ. الله يخرب بيتك على بيت كتب التاريخ بتاعتك دي يا اخي. سيبني ورايح فيا شفتها وارجع. يا ستي هاكل لقمة وبعدين اروح اطلع البنت. يا برودك يا اخي. يا ستي اهدي، انا هخلص الموضوع وارن عليك، بس بقولك ايه. ايه؟ اوعي تفتحي الخط حتى غير الباقة. يا رب استرها وتوب عليا من الغلب اللي انا فيه ده بقى. انا اول مرة بدفع اسمي يا انسة، لقوا ملفوف بفوطة، انا انشفت من البرد. لا 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 لا، احنا في مديرية الامن مش في الاسم، وبعدين كويس جدا ان هم جابونا على هنا، ما رحناش مكان تاني. يا باشا عايز ايه؟ يا باشا احنا قاعدين من امبارح هنا في الطرقه دي وانا نشفت من البرد. لو مش عاجباك الطرقه دي يا حبيبي ادخلك الزنزانه واخليهم يتسلوا عليك جوه شويه. لا يا باشا على ايه، ده حتى الطرقه واسعه وشرحه وريحتها حلوه قوي يا باشا. طب يخرس خالص. يعني ايه يخرس خالص؟ دي الدستور بيديله الحق ان هو يعبر عن رايه ويعترض على اسلوب معاملتك ليه. يا ست انت مالك انت؟ انا ما اعترضتش. قول يا باشا اللي انت عايزه، شتمتك على قلبي زي العسل. لا بقى انا بعترض. وبعدين حضرتك تفرق ايه الطرقه عن الزنزانه؟ ما احنا برضو قاعدين هنا مع مجرمين من امبارح. لو ما سكتيش هعرفك الفرق لما تدخلوا جوه. يا ست اسكتي هتودينا في داهيه. احنا اسفين يا باشا، احنا اسفين لمعاليك. اقعدوا بقى مكانكم لحد ما ارجع، كنا ناقصين صداعكم. احنا انت ازاي واحد في شجاعتك يوافق على طريقه المعامله دي؟ الطرقه اللي نعرفها احسن من الزنزانه اللي ما نعرفهاش. وبعدين لازم نترفع عن الحاجات الشخصيه دي. اول مره ادخل اسم، بقول لك اول مره بدفع اسم. قلت لك قبل كده ان احنا في المديريه مش في الاسم. هتفرق، هتفرق يا اختي، مديريه من اسم كلها حكومه. عموما ما تخافش، شويه والمحامين هيوصلوا دلوقتي. بجد والنبي كلمتهم امتى وازاي؟ من غير ما اكلمهم، هم عارفين كل ما تقبض عليا يجوا يطلعوني. اه ده انت متعوده بقى. ولا سحر ولا شعوذه. وقد اعترف الارهابي علي يا محروس. يا محروس ايه في ايه؟ الحق علي طلع في التلفزيون، جايبين صورته في التلفزيون. هذا وقد اكد الخبراء السياسيين ان ما حدث من القاء الملابس الداخليه الخاصه بالارهابي على موكب الرئيس الامريكي لن يؤثر على مستقبل العلاقات المصريه الامريكيه. يا نهار اسود علي صاحبك انت طلع ارهابي؟ انت هتستهبل يا جد على اساس انك ما تعرفش علي؟ اه ما انت صاحبه عشان كده بتدافع عنه. صاحبه مين يا محي؟ ده تلاقيه شريكه يابا. انت هتستهبل يا زهني ولا ايه؟ بقولك انت ومحي اللي هيكتر هعلم عليه. تعالى بقى يا عم سيب. اهدى يا محروق. يا محروس اهدى وسيب الراجل. انت مش سامع بيقول ايه؟ طبعا ما انتوا ارهابيين. ايه صوت السبيخ ده؟ بيعملوا ايه في الراجل ده جوه؟ عادي عادي. استنى اسال الواد اللي جنبنا ده في ايه. مسا مسا يا برنس. مسا مسا يا ابو فوطه،
انت ممسوك اداب ولا ايه؟ ابو فوطة امك اسمها فطوط. لا يا كبير ده اغتصاب، بس قبضوا عليا قبل ما البس. خلاص على وضعك يابا. بقولك يا كابتن، هو الواد ده بيتشمبر جوه، هو عمل ايه عشان يضربوه الضرب ده كله؟ هو تبعكم؟ لا لا يا برنس عبد الله، ده عيل سيس حدف طوبه من غير ما يقصد على كلبه نائب مجلس الشعب بتاع المنطقه بتاعته. عيل مؤذي. تسلم يا شبح، بعد اذنك. ها قال لك ايه؟ بيضربوه عشان حدف طوبه على كلبه نائب مجلس الشعب. امال هيعملوا فيا انا ايه؟ لبس ولزق في وش عربية رئيس أمريكا، لزق ولزق من ناحية المقطوعة. يا حوستي السودا يا أنا يا أمه، يا حوستي السودا يا أنا يا أمه. ألو، أيوة يا أمين، أنت لسه ما عرفتش الواد خدوه على فين؟ بتقولي إيه توحة؟ علي صوتك مش سامع من دوشة الشارع. بقولك أنت لسه ما عرفتش الواد ودوه على فين؟ انا عايز اطمن عليه. اتوح انا ما عرفتش اصلا ادخل، ممنوع اي حد يدخل والدنيا مقلوبه جوه من امبارح. امال فين يا راجل اصحابك اللي جوه وعلاقتك بيهم؟ انا لو حاولت اعمل اي حاجه في الجو المكهرب ده هضطر ساعتها على حد يطلعني انا وابني. انا ماليش دعوه، اتصرف اتصرف يا امين. ماشي، روح انت بقى، وانا لما اعرف حاجه هكلمك. استنى 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 كده يا امين، ده صوره علي على التلفزيون في مصر، وان ما قام به الشاب المصري علي امين للتعبير عن رايه بشكل سلمي يعد من ارقى مظاهر الحضاره. وقد اكد الرئيس الامريكي على ذلك في خطابه من داخل جامعه القاهره، وذكر ان حريه التعبير عن الراي حق مكتسب كالماء والهواء. وقد كان هذا اخر تقرير من داخل أمين. جامعه امين، يعني ايه الكلام ده يا امين؟ مش عارف، انا ما سمعتش حاجه اصلا. ولا سحر ولا شعوذه. اتفضل معايا يا استاذ علي. ده حضرتك تقصدني انا؟ اكيد طبعا، اتفضل اتفضل معايا. ايه ده ايه ده ايه ده، هو انتوا واخدينه على فين؟ ما تقلقيش يا استاذه، هو حضرتك معاه؟ ما اعرفهاش وربنا. يعني ايه ما تعرفنيش؟ لا انا معاه طبعا، والمحامين بتوعنا على وصول، ده ممكن يكونوا برا اصلا وانتوا اللي منعينهم من الدخول. طب يا فندم اتفضلي حضرتك معايا وهنشوف الموضوع ده. اتفضل يا باشا اتفضل، هتودينا في داهيه انت. تفتكر هيعملوا ايه مع علي يا زهني؟ يابا اللي بيقع في ايد الناس دول بيبقى بضاعه واتلفى الهوا، يعني هيودوه ورا الشمس يا محي. لا يا زهني، اكيد هيترحل لمكان ابعد من ورا الشمس، ده امريكا يا جدع. عموما احنا رجاله ومش هنسيبه، كل شباب المنطقة هيروحوا وراه. لا يا عم ما تقولش بس كل شباب المنطقة واتجمع، ابقوا روحوا لوحدكم، انا ماما قالت لي اوعى تروح مع اي حد اي حتة ما تعرفهاش. اياد يا جد، كل الناس اللي واقفين قدام المديرية دول، يا نهار اسود دول شايلين صور علي. ده في ناس كمان مشهورة وبتطلع في التلفزيون. هي ايه الحكاية؟ ايه ده ايه ده، بص مين اللي واقفين هناك دول؟ مش دول محي وزهني؟ معقولة؟ طب ودول ايه اللي جابهم لمؤاخذة؟ تعال نروح نشوف. حاسب كده لو سمحت. بعد اذنك والنبي يا كابتن، لو سمحت عدي. ازيك يا محي؟ ازيك يا زهني؟ مين؟ محروس وجد. يعني احنا سيادة اللي هو هنخرج من مكتب سيادتك دلوقتي على بيوتنا خلاص؟ طبعا يا علي، انت راجل هتبقى دكتور في كلية الاثار، انت مواطن شريف وشاب مثالي، انا لازم اوصلك بنفسي لباب المديرية. والله يا فندم انا مش عارف اقول لسيادتك، انا الدمعة هتفر من عيني اليمين دلوقتي يا فندم وحياة ربنا. يعني كون ان حضرتك توصلنا بنفسك ده شرف كبير ليا يا سيادة اللي هو. ما تقولش كده يا استاذ علي، ده انت واجهة للبلد وللديمقراطية الموجودة فيها، وبعدين والدك راجل خدم الوطن وزميل سابق. احنا في خدمتك يا باشا، وكلنا فدا الوطن. طبعا خايفين من المجتمع الدولي. لو ما سكتتش هقول لهم انك مش تبعي. بتقول حاجة لبنتك يا حاج؟ بس يا منار ما تتعبيش البطل المناضل. قلت لي ابوك اسمه ايه؟ ششتاوي. ششتاوي؟ ده ششتاوي دي لوحدها تحبسك. بس جدع يا محروس، كويس ان احنا قابلناك هنا انت وجاد. ايوه يا عم، مش اصحابه؟ انا صاحبه. انتوا بقى ايه اللي جايبكم هنا عند الارهابي علي يا حلوين؟ بقى ده كلام تقوله يا محروس؟ ده احنا جايين نطمن على البطل ابن حتتنا. بطل؟ هو دلوقتي علي بقى بطل؟ طبعا، انت ما بتشوفش التلفزيون والاخبار بيقولوا عليه ايه؟ الله العظيم يا جدعان، هو مش امبارح كان ارهابي برضو؟ سبحان مغير الاحوال.
اتفضل يا استاذ علي، ولو احتجت اي خدمه احنا تحت امرك. تسلم يا باشا. هي دي مصر يا منار. شفت الشرطه بتعامل مواطنين الشرفاء امثالي كويس ازاي؟ يا سلام، عاشت مصر حره مستقله. علي هناك اهو، اهو طالع اهو. ده معاه رتبه كبيره وعساكر، هما يرحلوه ولا ايه؟ يلا يا علي يا امين. يلا يا علي يا امين. عرف امريكا احنا مين. عرف امريكا احنا مين. يلا يا علي يا امين. يا نهار اسود، هي مصر كلها في الشارع ولا ايه؟ الناس دي كلها دول اللي جايين يستقبلوك يا بطل. لا انا ماليش في الكلام ده، انا عايز باب تاني اخرج منه. ازاي؟ انت لازم تنزل للناس وتبقى وسطهم ويشيلوك على كتافهم كمان. يا ست انا مش عايز ابقى فوق اكتاف حد. لو سمحت يا باشا، انا في عرض جنابه، انا عايز اخرج من اي مكان تاني بعيد عن الناس. احنا تحت امرك يا استاذ علي، تعال معايا. ايه ده ايه ده، شكلهم هيرحلوه من باب تاني. احنا لازم نلف من الناحيه التانية. الناحيه التانية ملهاش مدخل ومقفوله بكردون امني. يعني على ما نوصل هيكونوا رحلوه ومش هنعرف له طريق. يبقى ندخل من هنا حتى لو هنكسر الباب. يلا يا رجاله اكسروا الباب عشان نلحق على يمين. يلا يا جماعه هجوم.